أول حاجة ابني الكبير الله يرضى عليه وحنن عليه يا رب، وأكف له أولاد الحلال من كل مكان. محمد كان أخويا وصديقي وابني ومن كل، وحبيبي والله روحي. هو أول فرحتي يعني. بكيت أول غاب يومين أنجن، أتصل عليه مالك ما جيتش، قلت والله يا ماما مشغول مش فاضي. والحمد لله كل الأمراض اللي في الدنيا تكومت فيها بعد ما انحبس، فكل شيء بفقده. كيف أنسى محمد؟ ولد كيكة بنسى، الله يرضى عليه حننهم عليه يا رب. فك أسر وأسر جميع الأسرى يا رب العالمين إن شاء الله. الحمد لله، المهم إنه طيب وبخير، والسجن بنبناش على حدا.